قال لي طقس الجنوبي التصعيد الثوري سيتم إغلاق خط الأنبوب مرة أخرى، سيتم إغلاق المواني والمطارات مرة أخرى، والمفاجأة سيتم مفاجأتين: إغلاق المجال الجوي، المجال الجوي للإقليم الشرقي، المجال الجوي على طيارة تيجي ماشي ما تيجي مرة بفوق عبر البرج بتاع الكنترول بتاع المطار، هيعملوا إنذار ويقول لهم ما في طيارة تيجي مرة، إغلاق المجال وإغلاق الكيبل البحري. كده أربعة. من ثم إعلان دولة البيجة من طرف واحد، دي حاجات أقراها المجلس الأعلى وأعلن إنه بعد 10 يوم سيتم إعلان دولة البيجة من طرف واحد. طرف واحد كيف؟ الطرف واحد هو شعب البيجة، قرر تقرير مصيره حسب المادة واحد من ميثاق الأمم المتحدة، ما جبناها من الشارع، بالقانون ثورة مدنية شعبية طالبت بتقرير مصير، المادة واحد من ميثاق الأمم المتحدة تديك الحق ده. يبقى ثاني ما في شنو؟ مجامل. قبلها قبل القرارات يا اخوانا في حاجه الناس تعرفها. الناس المحظورين من دخول الاقليم الشرقي ابراهيم الشيخ، حافظ خالد سلك، صلاح مناع، ويدي، وهادي ادريس، ممنوعين، ممنوع دخول دولة البيجا او الاقليم الشرقي الى حين يجي قرار. والكلام ده معروف في البوابات كلها وفي المطار. في المطار لو جه يرجعوه كلام ده الا الوفد المفوض بالتفاوض وما يكون فيه الناس ديل. الكلام ده بقى واضح والان تم اعلانه. ما في زول محظورين من دخول شرق السودان. اي زول ضد حقوق واستحقاقات شعب البيجا ممنوع من دخول اقليم شرق السودان. دي الحاجه الرابعه. الحاجه الخامسه، اعلن الوجدي بنفسه اليوم في تصريح الليله باعتزال لشعب البيجا بانه لجنه تمكين ما شغاله. لجنه تمكين ما شغاله لكن الليله حنشيل طبله ونكفيلها الليله. لانه الناس بيلعبوا على حبلين. لما تلاقوا القضيه بتاعت البيجا منتصره زي ما قال ساعه الفريق وماشي للانتصار، حطوا الفريق المربع الاول.